السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم راح نزور الماركت حق دوك يورز دوك اوف يورك سكوير. هذا اسمها. طبعا هذه الماركت فيها محلات الخضار. As I said to Gareth, these are especially apples, so they're not very last on, right? They're nice taste, so they're not hard to pay. They are quite good. They don't pay your credit. Can I check in the Zubara? 5, 6, 58, 58. You were debating whether not to have that. I know, so is that like... I'll tell you, just have it. 8.50. I wouldn't charge, but there you go. No, it's not. It's just very sweet and soft. Steam it like you would spinach for about 5 or 6 minutes, and then serve. Eat the stalks as well. So they're good. Yeah. Right, there's nowhere else to go after you. أحلى حاجة هنا في الماركت، هنا ممكن تحاسب بالكارت واي فاي، حط الصدقة حقتك اللي تبغاها. في النهاية for the mosque this one for what for children for thank for supporting oh refugee that's good let mama come say bye or hi هنبدأ في أول كاميري thank you okay fair enough okay it's nice I like it yeah makes a good tea as well ginger turmeric and honey lemon I guess I'm gonna stay away from the real man thanks I'm a bit too soft for that I'm done هنزل لسه خضار ثاني لا اوكي 2 3 4 5 7 pounds I owe you 6 from the last time very honest 13 pounds no worries لا لا ما بخمسة I might be very late I always do التبرع الأول ما you did tell your missus that لا لا حيشوفوا خمسة خلاص it's gonna be at least 6 weeks until we see him again ما حد حيرضى يصرف لي هذا المحل داريوس برو جايب لك هي من الفارم على طول اسعاره حلو 255 658 pound altogether so far كلها 80 ممكن بالكارت تلمسي Do you need a bag? Yes. I do it? Oh, sorry, hang on. Now do it. Check 8 pounds and tap. That's it. Thank you. You have bound for me? One pound? Yeah, it's not 1 pound, yeah. And the PML, nuts. Mama بتقول هذا yesterday I went to the honeyman the beekeeper he's just finished making some honey and so he filled these jars there which means this is the freshest honey you can buy in London today هذا يقول ان الهني حقه هو احسن honey raw honey beautiful raw honey thank you انا وهذا اللوز thank you so much يقول لك هذا الهني مره حلو نجي هنا عند التراميسو ما this pistachio yes do you have croissant with pistachio or just only this which one sorry croissant no only this because I see... I have tiramisu pistachio tiramisu pistachio or panna cotta pistachio as well okay
طبعا نجي عند بعده هذا طبعا نجي عند محل الزيتون. Excuse me, can I take picture? Hello? Can I take picture? هذا محل عنده البقلاوة. طبعا انت احنا ما نقدر نصور اذا ما استأذناهم لانه ممكن ما يبغى احد يصور, بس هذا محل الزيتون تحفة. في الزيتون وهذه الحلاوة التركية. هنا الزيتون اشكال والوان. هذا اسم المحل. هذا محل سويت. يلا انا خلصت باقي لي اثنين. شوفي ماما هذا بستاشو صح؟ This is بستاشو يا؟ yeah. هذا اللي بحطوا لنا هو في الكرواسون حتى عند اللي قبلهم. ما في شوكر؟ سويت شوكر سويت مدام بستاشو يعني حيكون سويت. شوفي هنا عاملين هذا السويت كله ميت. هذا محل السوشي حبيب قلبي. هذا محل السوشي شوفوا. اللي حبين السوشي طازة تعملوا في لحظتها والناس تشتري. هنا أسعار حتى أسعار تحفة 3 pounds. هذا السمك يعمل لك القواقع. عارفين القواقع؟ فينيجر اند كارليك؟ نو اونيون. اونيون حط عليها بصل وخل ويعصر عليها ليمونه. تباسكو. اوه تباسكو صوص جميله. احنا عندنا في مصر هذه نقول لها ام الخلود. واو نايس ديش. وطبعا هنا الاسماك. شوف السمك هذه عاملينها رنجة كبيرة. هنا الجمبري الناشف هذا اسم المحل. هنا نكون خلصنا الماركت. زي ما انتم شايفين كل ما انت ماشية تلاقي سكيورتي واقف هنا عشان يمنعوا التزاحم. طبعا هذه الماركت من هذه الناحية. رح نشوف طبعا في الماركت دائما بتكون الاسعار رخيصه وحلوه ومتناول الجميع, وغير كده لانها بتيجي مره في الاسبوع وبتكون جايه من المزارع فبتكون طازه. خلاص كده احنا بنخرج من الماركت الاولى. شوف كلهم بيعقموا يدينهم قبل ما يدخلوا. هنخرج من الماركت في محل حلو حق كافي. خلينا ناخذ كافي. ناخذ كافي. هذا محل الكافي طبعا تيك اواي. طبعا في الايام العاديه ما شاء الله المحل كبير وفي كراسي وجلسات خارجيه وجلسات داخليه. طبعا دحين شوفوا جلساته كيف كانت جميلة قبل كده. هتصير ان شاء الله كم يوم, باقي يومين وحيفتح كل شيء بإذن الله, بس هتفتح جلسات خارجية مو داخلية.
وإلى القهوة.